الو، ايه ياسمين؟ انا اتكلمت مع مامي واقنعتها انك ترجع تعيش معانا تاني. الله على الاخبار الحلوه. انت مش متخيله ازاي انا مبسوط دلوقتي يا ياسمين. ربنا يخلينا لبعض. بقول لك ايه، انا هخلص كل مشاويري وهاجي لك على القصر بالليل. ها اوكي، هستناك. باي. عاجبك اللي حصل ده يا شيخ هارون؟ لا ما يعجبني. اهو كل الخساير دي من تحت راس الشغل معاكم. انا بيت اتخرب يا شيخ هارون. لا ما تجيبهاش فينا غندور، ما تجيبهاش فينا. احنا نعرف ونحمي رجالتنا زين. انت اللي اخترت من الاول ما تشتغلش تحت خيمه سيف بيه، واخترت انك تشتغلي بعقلك. ماشي، عموما ما حدش بيتعلم ببلاش. نويت عليه زي ما بيقولوا، من خرج من داره تقل مقداره. وبصراحة أنا ويت أرجع أشتغل مع العطارين، وعفى الله عما سلف. عفى الله عما سلف. وحقك هتسيبيه على العطار يعلم عليك؟ تريد حقك ولا ما تريده؟ طبعاً يا شيخ هارون، أنا لو بإيدي أكل العطارين بسناني واحد واحد، بس أنا مش قد الناس دي. ولو قلت لك إن معاك وفي ظهرك لحد ما تاخد حقك، بس شفت يا رجب البلطية وهي بتودع العربوت في المية؟ ده اسمه الحب ياض، بس انت هتعرف الحب منين؟ حب ايه بس؟ ده العربوت شكله غشيم، واضح كده ان هو مش مالي عينيها. مصيرها تلقى اللي يملى عينيها بقى وضع اللي ايه دي. بس كده كده بدل ما اقطعها لك. يا شيخ علي ايه؟ احنا كنا بنتكلم عن القراميط والسمكه البلطيه. انت مالك؟ والله في سماء لو جبت سيره اهل بيتي على لسانك تاني لقتلك. واحد الله يا شيخ علي، اللي يتم ما غلطش في حاجه. بيجيب سيره اهل بيتي على لسانه وتقول لي ما قالش حاجه؟ قسما عظيم لو تنتوها تاني نرميكم في البحر. قد الكلام؟ أنا مش هرد عليك. عارف ليه؟ عشان أنت مسؤول مننا لحد ما نرجع. بس لما نرجع يبقى وريني بقى أنت قد الكلام اللي أنت قلته ده ولا لا. اتكل على الله يا شيخ علي. اقعد يا يتيم، اقعد. يا غندور، وانا مش ليا حق عندك يا يحيى؟ يحيى وحق؟ حق يا ابو حق؟ تشرب حاجه ولا يا غندور؟ انا عايز حق الخشب اللي اتحرق وحق علاج سيد. ولو مش ناوي يا يحيى قول لي وانا اجي اخد حقي بمعرفتي. لا طبعا ناوي. ناوي اعرفك لما تتكلم مع يحيى العطار تتكلم معاه ازاي. والمره كمان اعرفك اصول التهديد، عشان انت طلعت غشيم قوي في الحكايه دي. ادهم زين صالح العطار. أدهم؟ تمام، يعني إن شاء الله في خلال أسبوع الورق والبطاقة هيكونوا جاهزين. مبروك علينا يا جيهان هانم. شاهد، ممكن تسمعني وما تقفليش؟ عايز ايه يوسف؟ شاهد، انا تعبان تعبان ومحدش بيحس بيا ولا بيفهمني غيرك. ممكن اتقل عليكي؟ كان نفسي اقولك تقل براحتك، بس للاسف المره دي مش هينفع، عشان انت مهما حكيت وقلت يا يوسف مش هنسى ان في جواك قلب جه عليا وكسرني. اللي كان جوايا مش هينفع يرجع يا يوسف، حتى لو انا وانت رجعنا لبعض. فيا شاهد، انت مالك بيتي قاسي كده ليه؟ انت زمان ما كنتيش كده. عشان انت نسيت يا يوسف، نسيت ان انا انسانه بتعب وبحس. طب انت عارف انا كنت راضي
والله العظيم انا كنت راضيه، بس تعبت عشان انا بني ادم. طب خلينا نتقابل، انا عايز اتكلم معاكي. وتقابلني ليه؟ ايه الجديد يعني؟ ما انت هتقول نفس اللي بتقوله كل مره، الفرق بس ان المره دي هيبقى متزوق ومترتب شويه الكلام مش اكتر. يوسف، افتكر ان انت هتنساني اول ما تقفل المكالمه دي، ولا تنساني ليه؟ هو انت من امتى اصلا كنت فاكر اللي انت فيه ده يوسف شويه حنين على تأنيب ضمير، حب امتلاك يعني مش اكتر؟ مش قادر، كنت مستني الوقت المناسب. وقت مناسب؟ تصدق ان انا عمري ما فهمت معنى الكلمه دي. الا ايه هو الوقت المناسب ده؟ يعني شكله يعني بيبقى عامل ازاي؟ الوقت المناسب ده يوسف ده اختراع، انت بس اخترعت عشان تداري بيه كدبك. شهد، انا نفسي نبقى مع بعض. كويس، وبعدين بالظبط كده هتفضل ساكت زي كل مره. لما تبقى تعرف المره دي انت عايز ايه مني تبقى كلمني يوسف. انت عاوز ايه بالظبط يا نوح؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه، وافهمك اللي حصل معايا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها، بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني، دي مش اول مره. وأكيد أنت فاكرة اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكرة يا سليم، ولسه بحقق في الموضوع. ده بيقابليني. جرى إيه يا نوح؟ أنت مش واثق في الشركة ولا إيه؟ أنا أساساً ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب، والأمان اللي كان موجود في السوق أيام ما كانوا العطارين هما الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش، لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه، على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي كانت هتهدى؟ بقول لك ايه، انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها، وهعرف اخد حقي كويس قوي حتى لو كان منك انت شخصيا. ماشي.